تقول هذه سائلة: أنا امرأة مطلقة وكانت ابنتي معي، وعندما وصل عمرها 15 سنة أخذها أبوها بنية الزيارة فقط، والآن يرفض إرجاعها علي مع العلم أنه لم يصرف عليها ولا أريد المصروف، ولكنه أب غير مستقيم من جميع النواحي، والله أعلم. هذا يرجع فيه للمحكمة، هذا نزاع بينكم وبينه، لازم من المحكمة تنظر في الموضوع. نعم.